بالطبيعه سورتو كي نرقدوا في الكار سورتو كيما نجموش نقاوموا الرياضه كيفاش نعاودوا نبدلوا هاك الفكره للعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا على راديو يا فهم على ماكينه انت ما فهمتش بلا دقيقه سامحني كوتش ما فهمتش مستقصدتني انت ولا فما حاجه على ايمان اقترحت الموضوع هي اقترحت ما قالتش مكي هي ما جبدتنيش ولازم نربط المواضيع في بعضها في وقت في وسط البرنامج انا نحب نقدم تحيه رجال مالكي اخت ايمان زميلتنا في الديجيتال اللي هو عيد ميلادها اليوم واللي هي متضامنه معايا بالرغم اللي ما شافتش الفيديو ولكن كي رجعت حسب ما حكيت ايمان وشفت الفيديو سخفتها قلت لهم بجاه ربي سيبوه دونك تنجم رجاء انت توصل كلمتك الفرح وتقول لهم سيبوني خلوني سيبون انا ضعفت سي جوي احلى جو يعطيك الصحة تحية لصابرين قامودي رايتك الفرح بكري في الحلو بيان سور ناكل الحلو هاي ما قالت لك ما تاكلش لا ما قالتليش قالت لي كل كل شيء باهي مازلنا باش نتواصلوا معاكم كيما قلت لكم باش نحكيو كيفاش نبنيو انفسنا هوية شخصية وصورة مزيانة تو انت كي كنت كانتر في مكي من قبيله هذيك تابعه البيرسونال براندنج تاعك انت فرح هو هي الشخصيه نتاعك ماشيه مع اي ايمان زيدوا كي نعملها انرجي ماستر زيدوا مازال يتنفس هذيك المثال الحي نتاع شنو شخصيتها هذيك شخصيتها هذيك الهويه نتاعها ماشيه معاها هي البيرسونال براندنج جايه من كلمه براند يعني ماركه هو ان نبنيو لانفسنا سمعه طيبه والا هويه شخصيه ذاتيه شنو معناتها كي نعملوا كيك شنو يصير تنجم تحبني ولا ما تحبنيش اما ما تنجمش تشبهني بشخص اخر تنجمش تقول ايمان كيما فرح مكي كيما ايمان مكي على روحه ستيله هويته الشخصيه المنفصله كي البراند كي الماركه وفرح هويتها المنفصلة وكل واحد فينا عنده كل هوية ذيك اللي هي تتسم بالبريسك بالوحدانية معناتها حاجة حاجة اونيك ليها هي بركة ليها هي بركة وهذا هو البيرسونال براندينغ لشكون يصلح البيرسونال براندينغ ولا بناء الهوية الشخصية للحرفيين لأصحاب المهن الصغرى أصحاب المهن المستقلة الفام دافير ليه أي إنسان الفام دافير ليه لي فام دافير مستقلة فوالا تقصدي فرح ديجا مي لا لي فام دافير للي ما يعرفش لي جون دو دي ميديا ولي زارتيست معناتها فام دافير فما فرق هي صحيح هي في لي ميديا ولكن فام دافير انا روحي ما سمعت حتى شيء لا مش ما سمعت حتى شيء تجي الوثائق تجي واصل لايمان كيفاش نحكيو على انه نبنيو ماركه لانفسنا شكون تصلح شكون الفئات اللي قلنا عليهم الكل واي انسان واعي والا حريص على ان تكون عنده سمعه طيبه في وسط الناس هذا هذا هو شكون تصلح اش معناتها كلمه براند ماركه الماركه احسن تعريف يعجبني انا على كلمه ماركه هو وعد وعد بمعنى ميثاق معناتها انت كنت تاخذ ما نعرفش مونجيلا بالماركه الفلانيه الوعد اني كي تطيح في الماء ما تتكسرش الوعد اني معناتها تقعد معاك برشا اللي تعطيك الوقت صحيح اللي ما تسكتش بيك في وسط الماراثون اللي هذاك الوعد اللي تعطيه لك واحنا كيف كيف كاشخاص به توا كيفاش نبنيو لنفسنا هويه اول حاجه يلزمنا نعملوا ريونيون مع روحنا موعد مع روحنا ونفكروا في بعض الحاجات شنو الحاجات هذوما اول حاجه اختار لنفسك ثلاثه ميزات ثلاثه خصال اللي انت تعملهم بكل تلقائيه ودون اي تكلف نجم نقولوا مثلا مكي مواكب وحنين ويحب العيد ميلادات وتقعد مع هذيك البيرسونال براند نتاعو فرح متفائله وايجابيه وضحاكه وتلم الناس عندي خالتي طيب برشا الكسي والمقرونة وتعطي وتوكل الناس كله وتحب الصغار براند متاعها هكاكا اختار لنفسك ثلاثة خصال كان انت خياطة مثلا مرتوبة وتحترم الوقت وما تخرجش أسرار الناس عندها أحسن صوم تقوم بكري ياسر شنو ما الخصال اللي عندك انت موجودين فيك وتنجم تخليهم وتنميهم أول حاجة تسألها روحك هذه حاجة سهلة والناس كل عندهم خصال باهية وينجموا ينميوها الحاجة الثانية شو ما أهم حاجات في الدنيا عندك أنت اللي هما القيم الحياتية متاعك
باش تمن، تمن بالصداقة، تمن بالوفاء، تمن بالحرية، تمن بالفلوس، بالكارير، شنو ما الحاجات المهمين عندك. بيقيدهم ولا خليهم في ذهنك هذوكم، خاطر أي ماركة معتمدة على الحاجات هذوما، على شنو هما القيم نتاعها والخصال نتاعها، ولا باش السمات نتاعها، الحاجات المميزة الفارقة. الحاجة الثالثة اللي كيفاش ترى روحك في المستقبل. في القعدة هذه الاجتماع اللي باش نعملوه بأنفسنا، كيفاش ترى روحك في المستقبل؟ كان أنت اتوديان مثلا، طالب، شنو ترى روحك؟ ترى روحك محامية على حقوق الطفل؟ كيفاش تشوف روحك؟ تشوف روحك كيما تيسير تكتشف بلادك وتحط وتشارك الناس كل في الاستمتاع بجمال بلادك؟ شنو ترى روحك الرؤية المستقبلية متاعك؟ وفي هذيك ممكن زيدة تاخذ آراء الناس وممكن لا. وآخر حاجة يزمك تعرفها قبل لا تبني روحك ماركة شخصية أو هوية شخصية، هي رسالتك في الحياة. علاش أنا موجود؟ شنو الإضافة اللي باش نزيدها خيركم أنفعكم للناس؟ باش تنفع؟ وفي هذا الإكزرسيس اللي ممكن نعملوه، اللي تقول به أنا اليوم فرضا باش نخرج الريتريت غدوة، شنو نحب زملائي يقولوا عليا؟ شنو نحب رئيسي في العمل يقول عليا؟ شنو نحب الكليان يقولوا عليا؟ الفيدباك، شنو العبيد اللي تحكي ورايا؟ شنو نحبهم نهار آخر يقولوا عليا؟ هذيك رسالتي في الحياة. شنو نحب نحكي لصغار صغاري نهار آخر؟ شنو الفرق اللي أنتجته في حياتي؟ هذوما حاجات لازمنا نعرفوهم. قلنا ثلاثة خصال نجم تتسم بهم بكل تلقائية ودون تكلف. قيم الحياتية متاعك من 2 لـ4 مثلا، كيفاش ترى روحك في المستقبل؟ وشنية رسالتك في الحياة؟ وبش توصل رسالتك في الحياة انش تخيل انت شنو تحب الناس يقولوا عليك به. هذوما 4 حاجات نجم حتى تقيدهم على، كان انت ميتوديك برشا ومنظم نجم حتى تقيدهم على ورقة. هذيك أنا فرح بالبيرسونال براندينج تاع فرح. ديما تكتب، ديما تكتب تضحك وفرحانة وتكتب لذا خصال بكل تلقائية دون تكلف. ديما تكتب دون تكلف. كيفاش نوصل هالخصال هذية الهيلة اللي فيا للناس؟ أول حاجة كل حاجة نعملها تقول حاجة عليا. يعني كان أنا باش نخلص طبيب نعطيه فلوس وطايحة ودرا شنو مسخة حاجة، وكان نحطهم في انفلوب مسكرة ونعطيهم ديسكريتمون للسكرتير حاجة أخرى. هذيك تابع البيرسونال براندينغ تاعي. كان نكتب ميل كيفاش نكتبه يقول حاجة عليا. كيفاش تقدم روحك؟ شنو تلبس؟ شنو تلبس في الحالة ذيك وشنو تلبس في الحالة الأخرى؟ تقول حاجة عليك أنت. وبيان سور فما لو موند ديجيتال، على خاطر فما العالم الواقعي اللي يغزروا لك الناس شنو يشوفوا؟ يشوفوا إنسان يضحك، يشوفوا إنسان يفكر، يشوفوا إنسان يركز، كلهم بهين. أما كل واحد كيفاش، فما ناس تركيز يمشي معاهم خاطر يخدموا في خدمة تكنيك وكل، فما ناس الضحك يمشي معاهم خاطر هما يعطيوا البهجة والفرحة والطاقة الأخرين، فما ناس أخرين اللي يمشي معاهم هو أنه يفكر ويخمم في المستقبل ولا إيه. هذاك زادة يمشي معاه بس ديبوند البيرسونال براندينغ متاعي أنا شنو. والحاجة الأخرى هو العالم الافتراضي. يلزمك تختار شنو الكانال اللي يمشي معاك. كان انت كرياتور متاع موضه يمكن الانستغرام يمشي معك اكثر بينترست. كان انت تعطي دروس خصوصيه يمكن اليوتيوب يمشي معك اكثر، خاطر باش تحكي مع التلامذه نتاعك يمكن، ولا تعمل لهم دي كابسول ولا نصائح ولا توريهم دي زيكزرسيس ولا حاجه. كل واحد كيفاش فينا ستيلو. نعرف اللي فيسبوك هو اكثر حاجه منتشره في تونس. وينجم يكون فيسبوك به زاده خاطر برشا معناتها دي كاتيجوري يمشيوا له. اما يزمنا نعرفوا لي الفيسبوك الجيل اللي يمشي له توا في تونس هو جيل اكبر شويه، جيل اكس وبي اللي هما يمكن مولودين في السبعينات اكثر من اللي اصغر يمشيوا اكثر الانستغرام. يلزمك تعرف شكون انت مستهدف للسيبل نتاعك وتمشي وين موجوده السيبل نتاعك. كان السيبل نتاعك في السهريه امشي للسهريه، كان السيبل نتاعك في الماراثون امشي للماراثون، كان السيبل نتاعك في الراديو امشي للراديو. وشكون السيبل نتاعك؟ كيفاش تتواصل معاها ونمي الخصال الباهيه اللي فيك انت. ما نعرفش كان عندنا الوقت نعطيو مثال ولا اثنين. اي
مثال عندنا دقيقتين عندنا دقيقتين ناخذ مثال نتاع مصور مصور نتاع حومة المصور هذا شنو الخصال ناخذوا نعملوا الاكزرسيس الكل مع ثلاثه خصال ممكن يكون اللي طلع تصور فيسع ويعرف يكادري بالكدا باش يجيب لك تصويرتك مزيانه ويحب الصغار هذوما ثلاثه خصال اما بكل تلقائيه عنده هو ينميهم حط صور صغار يجيب يعمل كلكو كادراج نتاع جيران ويعلقهم في الحانوت هذه الاولى ما قلنا شنو القيم نتاعو ينجم يكون المصور هذا يحب الاستقلاليه بيسك هو مصور مش اجير يعني حل لوحده وصعيبه الدنيا ينجم يكون الاستقلاليه مثلا والعائله يحب ياسر العائله واللمه وكل شيء شنو كيفاش يرى روحه يرى روحه عنده مصور المشاهير مثلا مصور سينما يرى روحه مصور مشاهير في عالم السينما كيفاش يرى روحه وقلنا شنو رسالته في الحياه شنو يحبوا يقولوا عليه في اخر كاريره يقولوا عليه خلى صور خالده اسمه علي مثلا علي خلى صور خالده المشاهير اللي يحبهم الجمهور الكل كيما تفهم مصورين توا نخموا في نفس المصورين المشهورين التوانسه اللي خلاو بالحق فما واحد بركه توب هو شكون هميمه للنوبي انا خممت في نفسي خممت في نفسي عندنا زوز اكثر واحد معناها توا وين عنده حانوته يلزم كيف تدخل الحانوت وتحس بذوما كل اللي هو يحب الصغار اللي هو كدراج حلو وكي تدخل الحانوت وتحس اللي هو يطلع تصور فيه ساعة يقول لك يكتب لك 24 ولا يحط لك مونجيلا تيك 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 حانوته به باش يعمل كونت انستغرام بوتيتر يحط فيه البيست شوتس نتاعو ولا يحط اوكي ذا شوت اوف ذا مانث اجمل تصويره في شهر اوت باش بوتيتر يعمل شين يوتيوب باش يعطي دي استوس تاع لي فوتوغراف اماتور وهكاكا يكون مصور نتاعنا سي علي عنده بيرسونال براندينغ مزيان برشا في الحومه وحتى في العالم هذه البيرسونال براندينغ عطيناكم اكثر تفاصيل مع ايمان بخوش كوتش فورماتريس اون مانجمنت اي ديفلوبمون بيرسونيل يعطيك الصحه ايمان لازمنا نحلوا من بعد شويه مكي خلينا نشوفوا هو اي سوسيتو وين وشنو هي الماركه والله مكي الماركه المسجله نمشيو بوب من بعد راجعين باش نتواصلوا معكم في الاكتواليتي